الراجل دخل انا المتحمل المسؤوليه، لو حد كلمكم قول لهم المدير الفني، وانا بشكركم على الفتره اللي انتوا كنتوا فيها واللي قضيتها معاكم، وانا بشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه، سلام عليكم. انا للاسف بقى قعدت شويه وبعدين انفجرت في اللعيبه بصراحه، لدرجه ان كابتن ايهاب ليدا راح شدني، يعني قلت كلام يعني مش هينفع اقوله لكم طبعا، لكن قلت لكم يعني بما اختصر انتوا عايزين ايه يعني. كل حاجه انا عامله لكم، استادات وفلوس بتاخدوا واحسن عيشه واحسن اكل واللي انتوا بتبقوا عايزينه، وانتوا عايزين ايه؟ الناس بتموت بره، بقول لهم الناس بتموت بره، انتوا كنتوا مستنيين اللحظه ديت. وبصراحه يعني مش عايز اقول كلام ما ينفعش اقوله طبعا على الهواء او في الاعلام، لكن بصراحه انفجرت، لان ويمكن انفجاري ده كان متاخر شويه، يعني انا لو كنت قعدت من بدري لو كنت قعدت من بدري شويه والانفجار ده كان ممكن جدا الفرقه تتلم. لكن انا شايف اسباب، انا مش هتكلم على اسباب فنيه، اسباب خروجنا ان انعدام الروح عند اللعيبه القتاليه والرجوله في الملعب، ويا ريت يكون عندنا ثلاثه اربعه زي طارق حامد او زي الشناوي او زي محمود علاء زي حجازي. انا بتكلم ما ينفعش يا جماعه فرقه اربعه فيها كويسين من 23، طبيعي ان يكون في اربعه وحشين والباقي هو اللي يشيله، لكن محمد الشناوي، محمود علاء، احمد حجازي، طارق حامد، تريزيجيه يعني بيروح ويجي مع شويه يعني محاولات من محمد صلاح، ما ينفعش. قلت لهم ايه على الجول اللي تقريبا اول مره في حياتي اشوف جول بهجمه مرتده من الاول، يعني خطا تكتيك؟ اصل خلي بالك، او ما كانش في وقت، انا نفسي اركيز برضه، ما كانش في وقت ان احنا نتكلم. انا بيني وبينك والله احنا ما خسرنا فنيا، احنا فنيا ممكن نكون احسن من كده، لكن انا في اعتقادي الشخصي في بعض اللعيبه امكانياتها ممكن يكون امكانيات اللعيب صغيره، لكن لو عنده اصرار وروح هتلاقي امكانياته قد كده، وده اللي كان ناقصنا، ان احنا وقفنا على الامكانيات الصغيره والروح القتاليه ما كانتش موجوده للاسف. وانا زي ما بقول لك انا ما بعفيش نفس المسؤوليه، لكن انا حاولت بقدر الامكان واتكلمت مع اللعيبه وقلت ان انا عايز اخد اللعيبه واتكلم معاها واشدها، لكن في امور طبعا وانا مش المسؤول الاول، يعني هو في طبعا الراجل كان انا بالنسبه له رايي استشاري، هياخد بيه هياخد مش هياخد، لكن عشان الناس تقول طب انت ما طلعتش ليه يا كابتن هاني، ليه ما مشيتش مثلا، ممكن الناس تقول لك انت لما شفت كده ليه ما مشيتش. انا بقول للناس انا رايي استشاري، انا بقول اللي شايفه من وجهه نظري، لكن هو صاحب القرار، مش كل واحد هيكون في نقاش بينه او في يعني راي بينه من مديره هيستقيل. يعني انت كراجل، الراجل تاني بتقول بتاخد والله انا رايي 1 2 3، الراجل يقول لك اوكي هاخد بيه او مش هاخد بيه، فانت جميع الاحوال لازم تحترم رايه لان هو اللي سايق. لكن تاني بقول ان ده ما يعفنيش من المسؤوليه، وان انا طبعا بتاسف، يمكن انا طلعت على طول بعد المباراه على صفحاتي الشخصيه وتاسفت للناس، ده الواجب الادبي بالنسبه لي، لكن كان لازم اوضح بعض الامور اللي كانت ناس شايفه ان هاني رمز السبب فيها. لا انا كنت بتكلم وكان ليا راي، ويمكن الراجل في احيان ما كان بياخد برايي لكن الاحيان الثانيه ما بياخدش، وده شيء طبيعي لان هو الراجل الاول، لكن اولا واخيرا اللي خسرنا مصر.